السلام عليكم. ان شاء الله مشروع فلوق يعني راح نروح العلا، لكن خلنا ناخذكم خطوه بخطوه. بسم الله. رحنا على الرياض، بعدها وصلنا لمطار تبوك، وبعدها ركبت مع شخص اسمه الياس الله يعطيه العافيه، شخص عسل، ورحنا من تبوك الى العلا. والخط كان جدا جميل، كذا الجبال على الغيوم، شيء خرافي جدا. الخط كان تقريبا 3 ساعات، وبعدها وصلنا للفندق. شوف اللي حولك، الله العظيم المناظر. لحظة، خلوني أعطيكم تعريف بسيط عن العلا. مدينة العلا تعتبر من مناطق المدينة المنورة، فمكانها يبعد عن المدينة 300 كيلومتر، يعني قرابة 3 ساعات. مكانها بين تبوك وبين المدينة، المدينة مغطيتها من الجنوب وتبوك مغطيتها من الشمال، وتعتبر مدينة جدا قديمة تعود إلى 4000 سنة، يعني 2000 قبل الميلاد طبعا. وفيها مدائن صالح وفي غيرها من الآثار كثير. العلا كانت من أقوى الأماكن في التجارة مثل دبي ونيويورك حاليا. طبعا وجهنا حاليا، يا ساتر المنظر، وجهنا حاليا الغرفة بشوفها معكم. طبعا قاعد اصور الحين بالجوال لان الكام داخل الشنطة مشوار اني اطلعها، يعني انا اسف على التصوير واسف على الصوت. بسم الله يا بركة الله يا كريم، انها تكون فوق التوقعات. لا ما شاء الله تبارك الله، شرحها 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 شرحها، ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل والله، شيء جميل مرتب مرة، يعني لدرجة ما تشتمون فيها. كنت بكرامة. نشوف الاطلالة، ملابي وهذه البلكونة. يا أخي سبحان الله، مناظر والله مناظر جميلة جدا جدا. تابع مسلسلك على هالمنظر، على هالشمس الحارقة. طيب ليش جاي العلا؟ جاي العلا دعوة من لعبة ستارفيلد الله يعطيهم العافية، قرروا ان مسوون ايفنت في العلا. انبهرت من هذا الشيء وقلت لازم اروح. المكان جدا موفق، ما هو مكان السكن، المكان اللي بتشوفونه بعد شوي. المهم ناخذ فاصل الحين، يعني الله سكيت نوم يا شباب، كنت واصل صحيت الفجر. صبحكم الله بالخير. صراحة صاحي يعني من وقت طويل، لكن تهود على وجهي توني صاحي سلكوا، يعني نومه هنا يا ساتر، مع اني نايم مرة مبكر، اني كنت مواصل يوم اجي. المكان جميل جمال، صاحي قبل الفجر بعد. الحين بصور لكم فقرة اسئلة، فنشوف اسئلتكم عبر الانستغرام. عبر متى اقول عبر؟ متعودين على شكلي بدون نظارة، فاسألكم وجه مفقة نوم. سلكوا. هلا والله شباب، كما ترجوا اوكي، بس يعني تجيكم فقرة بعد شوي اللي هي فقرة كيري ميري. لازم نكوي الملابس لان كوي غالي هنا. عمي انا اكوي اكويهم كوي اكوي. والله في مخلوق هنا ما ادري شو وضعه، ودي صايح الحين عشان تسمعونه. والله قبل شوي صايح، تكفى صايح جديد، سكت يوم شغلت الكام. بزر والله بزر. اول ما طلعت الشمس تكيت هنا العباد وتابعت مسلسل يلا بفضلك، والى الحين الجو كويس الحمد لله. نيجي عند السؤال الأول. طبعاً يوم خذيت الأسئلة من إنستغرام، يعني ما عليكم من أصوات المخلوقات الحية اللي حولي، بس أراني واضح يا رب. ألو تشوفوني في أغلب الأسئلة يقول هل تدخل بريك بيكس شباب؟ أنا ما قلت أني بدخل ولا بطلع ولا بروح كلان ولا شيء. حالياً لا نعلم، هل بيصير مستقبل ما ندري، يمكن ترى مو تشفير يعني. فقال يمكن، ما لا دخل. ثاني سؤال يقول ليش ما تنزل فلوقات في قناتك زي هذا الفلوق؟ هل أنا أسافر؟ سفراتي قليلة جدا وتنعد الأصابع، وإذا سافرت سفرات ثانية يا أروح الشرقية وين أروح؟ فما أطلع ما أروح ما أجي بيتوتي، وإذا طلعت أحب أستمتع باللحظة. الأشياء اللي حولي وقت ما أطلع ما تسمح بالتصوير، يا أنه معي أشخاص ما يبون تصوير، يا ما في فعاليات. وش بروح كافي؟ بروح مطعم. الله يرفع يقطع بليسك يا شيخ. طيب نجي عند السؤال اللي بعده، يقول ليش ما تنزل كثير في القناة؟ في تابع إنستغرام. أنا حاليا نتي من أسوأ النتات أتوقع في السعودية، ما أبغى بالغ مرة سيئة نتي، فقاعد أحاول إني أحل مشاكل النت وزي كذا. تقولون من 10 سنين عندك مشاكل؟ لا، بدلت النت، بدلته 6 مرات 7 مرات، كل شوي أشتري نت جديد. كل واحد يصير كويس في البداية بعدين يقلب عليه. يعني أشكرك على حركة دي. السؤال اللي بعده يقول ليش قناتك كانت قناة عدد الاشتراكات فيها كان يزود بسرعة فجأة وقف؟ فترة الحجر يا شباب، كل الناس كانوا يزودون كثير، لكن أنا كان فترة فورتنايت بداية روكت ليج، ما بعد ما شروا إيبك جيمز كان عندي مشاهدات عالية صراحة الحمد لله، وفترة وعدت. هل تتمنى أنها ترجع المشاهدة؟ أكيد أتمنى. السؤال اللي بعده يقول هل أنا متوظف؟ لا، شغلي حاليا هو اليوتيوب. هل هو يكفي عن الوظيفة؟ لا صراحة، من احتمال يجيك إعلانات، احتمال رزق بيد الله، فما تدري سالفة إنه يمكن يجي كذا تبلش بعمرك. ويعني السؤال اللي بعده يقول ليش ما تنزل محاكيات؟ ليش ما تنوع قناتك؟ مستمر على روكت ليج مع إن الدعم طايح كماين كرو. أوكي في دعم، ماين كرو صعب التصوير
فهمتوا؟ ما أقدر أنزل مايكرو دائم دائم دائم. في بعض الأيام حلقات مايكرو تقعد 4 أيام 3 أيام طبعًا مو متواصلة، لا أنا أقصد 3 ساعات في اليوم، 5 ساعات في اليوم، 4 ساعات في اليوم. أفكر وش أسوي، أشيل المكان اللي بسوي فيه الأشياء هذه وبعدها أبدأ. وكذا أنا ترى يعني مو محترف بنا ولا شيء، فهذا الشيء يأخذ مني وقت طويل وجهد. أتابع ناس ينزلون في اليوتيوب للمباني هذه وطريقة بناياتهم عشان أطلع بشكل حلو. يعني مانكرو السيزن اللي راح خبروا بنايتي يعني سيئة جدا جدا جدا. والسؤال اللي بعده يقول هل تحس إن ماينكرو ماتت؟ صراحة مو ماتت، قل الحماس فيها لأن قلوا الشباب ينزلون عنها. في نفس الوقت تعرف أمتلأ صراحة إن أنا لي فترة طويلة ما دخلت ماينكرو، لأن تعرف تخبرون يعني ما أقدر أدخل. هذا المقطع بيطلع قدامكم إذا دخلت سيرو إيش يصير حرفيا كذا. وقاعد انتظر بوب رشتني ماينكرافت. والله يبغى لي اطلع افطر موقف فخره الاسئله صراحه عشان ما يقفل علينا حق الفطور ونبلع. اي صح نسينا اخر سؤال قبل ما ندخل، وش التخصص حقك اللي هو ماركتينج او تسويق؟ خرج من بدايه 2022 بكمل سنتين تقريبا. فيني انا والله ما اعرف اسوي فلوجات. وبعدها طلبت الجولف كار داني المطعم. طبعا المطعم جدا قريب 5 دقائق مشي ومتواصل. بعدها وصلت المطعم، مكان المطعم جدا جميل، ما ادري انت قاعد تشوفون الجمال اللي قاعد اشوفه، الجبال فاشكالها شيء جميل. وصراحه المطعم كان جدا لذيذ، ما اكلت عنده الفطور لكن كان عاجبني مره. الفطور كوب شاي تمشي عليه ما توصل، ما ابغى اخذ الجولف كار ودي استمتع. صح انه حار بس عاد شو نسوي. قبل المغرب بشوي اجتمعنا مع الشباب في المطعم، ركبنا الباصات ووجهنا على المكان حق الايفنت. وقبل مكان الايفنت رحنا مكان جميل جدا لكن جلسنا فيه تقريبا الى نص ساعه. راح تشوفون كل الاماكن اللي رحنا لها باذن الله انها راح تعجبكم زي ما عجبتني. طيب وصلنا حاليا المنطقه مفتوحه كذا شيء غريب، الغيوم معطيه شكل. صراحه ما لحقنا على الغروب للاسف. في الطريق كذا فيه غروب جميل لكن ما صورته، كان يعني جميل جميل جدا جدا جدا. وللاسف انا مشتي. ليش مشتي؟ عشان الليل، يقولون هنا في هواء خفيف كذا فما له داعي اتعب. قبل السفر بيومين كنت تعبان لكن الحمد لله طبت قبل السفره، ما ودي مره ثانيه يعني. ان شاء الله الصوت واضح. بس فاول مكان رحنا له قبل ما نروح الايفنت اللي هو الصخره هذه، صخره القوس او ارتش رك، ان شاء الله ان اسمه كذا. طبعا شكله بالحقيقه كذا غريب لو تشوفه مع الزوايا كلها. للاسف حاولت اني اصوره هنا بعد في الليل لكن مثل ما تشوفون الاضاءه جدا ظلمة وما في اي اضاءة في المكان الا اضاءة الفلاش وما تسوي فيه صراحة. وبعدها رحنا للايفنت وكان مكان الايفنت جدا جميل، وبعطيكم تفاصيل كثيرة صارت في الايفنت. في بداية البرزنتيشن اعطونا تعريف عن لعبة ستارفيلد، وهنا جاء مطور اللعبة وتكلم لنا عن اللعبة وكيف هو متحمس لاطلاقها ومتحمس ردة فعل الناس. وهنا شفنا جيم بلاي بسيط عن اللعبة. وبعدها جت احلى فقرة في الايفنت، طفوا كل الانوار اللي في المكان كامل. وقتها شفنا النجوم بشكل ما ادري شلون اعبر عنه، بس تقول كذا سبحان الله كيف كذا، هل هذا صدق؟ هل هذا يعني بعض الصور بوريكم اياها. والله المكان جدا جميل يوم طفوا الانوار، تمنيت ان اللحظه دي ما تنتهي، اقعد اتامل سبحان الله كيف كذا. اعطونا تعريف عن بعض النجوم وشفنا كوكب زحل. تخيلوا انه شفنا كوكب زحل، طبعا تشوفه كنقطه كذا بسيطه مايله للاحمر لكن سبحان الله وضح في ذاك اليوم. بس ما اعرف اشياء كثيره صراحه في النجوم وهذه الاشياء لكن كان شيء مذهل بما تعنيه الكلمه من معنى. بعدها سووا فعاليه عباره عن نجوم اذا حصلتها راح تحصل هديه، لكن للاسف ما حصلت ولا نجمه. فالله يعطي العافيه ماكس جيمر عبد الله حصل 3 نجوم، اعطاني واحده وفزت بالتيشيرت اللي قدامكم. تيشيرت جدا جميل من قدام نجوم يوحي لك ليش جايين المكان هذا اصلا وايش تعني اللعبه اصلا. فتيشيرت جدا جميل، لخمتكم صح. نجي عند اخر سؤال اللي هو هل تفضل تمنتج لنفسك او احد يمنتج لك؟ للامانه احب امنتج لنفسي، زي هذا المقطع انا منتج بنفسي، لكن اذا منتجت بنفسي اخذ وقت طويل اني احيانا اسوي شيء جديد ما قد سويته قبل، لكن استمتع جدا جدا. يعني هذا الفلوق المفروض اني نازل من زمان لكن مروق عليه، احب هذا الشيء بس انه ياخرني مره. عدد المقاطع في قناتي فوق 1500 مقطع لكن اللي اعطيتها الاديترز اقل من 30 مقطع. تخيل حتى في عز قناتي كنت انا منتج نفسي لاغلب المقاطع. ان شاء الله عجبكم الفلوق وان شاء الله كان خفيف عليكم وجميل. اعطوني رايكم تحت في الكومنتات. اللي ما اشترك يشترك بزر اللايك. اشوفكم على خير، سلام.